السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في درس جديد بعنوان نظرية الطلب. هنتناول في هذا الفصل النقاط الآتية: أول حاجة تعريف الطلب، محددات الطلب، الفرق بين التغير في الكمية المطلوبة والتغير. أولا تعريف الطلب. الطلب على سلعة أو خدمة هو عبارة عن الكميات من هذه السلعة والخدمة التي يكون المستهلك على استعداد لشرائها وقادر على شرائها. يبقى لازم يكون المستهلك مستعد أو راغب في شراء السلعة وقادر على شرائها عند الأسمان المختلفة، وذلك مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها. يعني الطلب هو الكمية اللي بيطلبها أي مستهلك فينا من سلعة أو خدمة بسعر معين خلال فترة زمنية معينة. محددات الطلب. توجد العديد من العوامل التي تؤثر في الطلب. من أهم هذه العوامل نمرة واحد تمن السلعة نفسها، وفي هنا علاقة عكسية بين تمن السلعة والكمية المطلوبة من أي سلعة، وذلك مع افتراض بقاء العوامل الاخرى على حالها. لان احنا لو لقينا ثمن السلعه مرتفع ده طبعا هيقلل طلبنا على هذه السلعه، والعكس صحيح، لو سعر السلعه قليل او منخفض ده هيخلينا نزود طلبنا على هذه السلعه. تاني عامل هو دخل المستهلك، وفي علاقه طرديه بين دخل المستهلك والكميه المطلوبه من السلعه، فكل ما بيزيد دخل المستهلك كل ما بتزيد الكميه المطلوبه من السلعه، وذلك مع افتراض بقاء العوامل الاخرى على حالها. وانا برضو لو دخلي أقل لازم الكمية المطلوبة من السلعة تنخفض. نمرة ثلاثة، أسمان السلع البديلة أو أسعار السلع البديلة، زي مثلا السمك بديل للحوم. فهنا توجد علاقة طردية بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة وسعر السلع البديلة. فمثلا لو زاد سعر اللحوم مثلا ده هيخلينا زود طلبي على السلع البديلة ليها اللي هي الأسماك أو الدواجن، والعكس طبعا صحيح، فعشان كده في هنا علاقة طردية بالنسبة لأسمان السلع البديلة. نمرة أربعة، أسمان السلع المكملة، زي السكر مثلا مكمل للشاي، فهنا في علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة وأسعار السلع المكملة لها. فمثلا لو زاد سعر السكر طبعا طلبي على الشاي هينخفض، وذلك برضو مع افتراض بقايا العوامل الأخرى على حالها. أذواق المستهلك. هنا في علاقة طردية بين ذوق المستهلك أو تفضيل المستهلك لسلعة معينة والكمية المطلوبة من هذه السلعة، فكل ما بيزيد تفضيل السلعة كل ما الكمية المطلوبة من هذه السلعة بتزيد. عاوزين نعرف حاجة مهمة جدا، إيه هو الفرق بين تمدد وانكماش الطلب وبين التغير في الطلب أو انتقال منحنى الطلب؟ نمرة واحد، التغير في الكمية المطلوبة أو تمدد وانكماش الطلب. هنا التمدد والانكماش بيحدث بسبب إن التمن بيتغير والعوامل الأخرى كلها المؤثرة في الطلب ثابتة، اللي هي الدخل ثابت، الأذواق، أسعار السلع البديلة والمكملة والضرائب وغيره من العوامل التانية. وده طبعا بيخلي عندنا في منحنى طلب واحد في الرسم، ولكننا بننتقل على هذا المنحنى من نقطة إلى نقطة. لو لاحظنا من الشكل اللي امامنا ان التمدد والانكماش عندي منحنى طلب واحد، هبدأ بالسعر سي واحد، فعند النقطة ب كانت الكمية كاف واحد. اذا حدث انخفاض في السعر من سي واحد الى سي اتنين فده يؤدي الى زيادة الكمية من كاف واحد الى كاف اتنين، واذا يطلق عليه تمدد الكمية المطلوبة، وذلك نتيجة ان السعر اتغير والعامل الاخرى ثابتة. فهنا انتقلنا من النقطة ب للنقطة ج ولكن على نفس المنحنى. وعند ارتفاع التمن من سي واحد الى سي تلاتة عند النقطة ألف فوق هنجد ان الكمية المطلوبة تنخفض من كاف واحد الى كاف تلاتة، وهذا يطلق عليه انكماش الطلب. وهنا انتقلنا من النقطة ب للنقطة ألف لأعلى، فهذا يعني او يسمى انكماش الطلب. التغير في الطلب بقى او انتقال منحنى الطلب، احنا قلنا ان هو بيحدث بسبب ان ثبات التمن، ان التمن هو اللي ثابت واي عامل من العوامل الاخرى هو اللي بتتغير. ممكن الدخل يزيد او يقل، الاذواق نفس الكلام، اسعار السلع البديله. وهنا بيحدث على منحنى طلب جديد وانتقال منحنى الطلب بالكامل جهه اليمين او جهه اليسار، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي. هنجد ان الطلب الاساسي ط والسعر س والكميه كاف واحد، فالسعر هنا ثابت وهنفترض تغيير اي عامل من العوامل الاخرى. الدخل مثلا نفترض ان هو زاد، فلو دخلي زاد والسعر ثابت زي ما هو ده هيؤدي الى زيادة الكمية المطلوبة من كاف واحد لكاف اتنين، وعشان نوصل عند نفس السعر لازم منحنى الطلب ينتقل بالكامل جهة اليمين الى ط واحد. والعكس صحيح، لو انخفض الدخل بتاع المستهلك والسعر ثابت ده هيؤدي الى انخفاض الكمية المطلوبة لكاف تلاتة،
ولازم ان منحنى الطلب ينتقل جهة اليسار الى طه 2. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.